الو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، معايا المهندس أشرف إسماعيل. أيوة يا فندم، مهندس أشرف معاك. طب بعد إذن حضرتك يا فندم، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. في مشكلة عندي في البيت، ممكن؟ اتفضل، تحت أمرك، اتفضل. حضرتك أنا كان عندي في شرخ كده بالطول ما بين الحيطة والعمود عندي، كنت عايز أعرف سببه إيه وعلاجه إزاي؟ أكيد هو بين يعني المكان اللي أنت بتتكلم فيه ده عمود فعلا؟ آه يا فندم. طيب الشرخ ده وضعه ايه؟ مايل ولا رأسي؟ لا رأسي. يعني مش فاهم، يعني انت بس ايه؟ يعني هتبعت لي مثلا صورته على الواتس؟ يا فندم، ابعت لحضرتك صورته على الواتس. ابعت صورته على الواتس على نفس الرقم، واحنا ان شاء الله هنتواصل مع حضرتك وهنقول لك الإجابة ايه. حاضر يا فندم، اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل. أعزائي المشاهدين، بتجيلنا تعليقات وأسئلة كتيرة من خلال عندنا جروبات كتيرة على الفيس وصفحات كتيرة على الفيس، وبتجيني رسائل على الواتس كلها أسئلة. طبعا مش كل حاجة بنلحق نشوفها أنا وزملائي المهندسين، علشان كده في ناس زعلانة كتير. علشان كده عملنا لحضراتكم قناة اسأل مهندس. حضراتكم قناة اسأل مهندس. هننزل الفيديو ده، هيكون لينك القناة تحت الفيديو، هيكون كل إجابة لأي تعليق في سؤال هتكون إجابته في خلال حلقة على قناتنا الجديدة اسأل مهندس. هيكون مدة الفيديو من حوالي 30 ثانية لدقيقة، لكن هتبقى الإجابة مش بالتليفون ومش شفوية، هتبقى الإجابة بالصوت والصورة والفيديو، وهتبقى حقائق موجودة في الفيديو، هتبقى إجابة لكل سؤال. أرجو من حضراتكم الاشتراك. قناتنا المكتب العربي الدولي مستمرة وموجودة وحلقاتها زي ما هي، لكن هتكون هذه القناة للإجابة على الأسئلة اللي هتبقى تحت تعليق هذا الفيديو. ومنتظركم إن شاء الله، وشيروا الفيديو عشان كل واحد عنده سؤال في الهندسة، في الترميم، في الصيانة، في التشطيب، هيحط التعليق بتاعه، ولو حب إن احنا نبقى نذكر اسمه في التعليق أو في الفيديو هننزل الإجابة بتاع أي سؤال لحضراتكم من خلال الفيديو اللي هيتعمل من خلال من 30 لدقيقة. وأسأل الله لي ولكم السلامة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتظر اشتراككم على القناة، قناة اسأل مهندس.